أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات قناة طيور تيفي. موضوع حلقتنا لهذا اليوم سوف نتحدث فيه عن مراحل تفقيس بيض الدجاج الرومي. لهذا الغرض تواصلنا مع المربي المختص في تفقيس بيض الدجاج الرومي وتربية الكتاكيت، السيد محمد من مدينة اليوسفية، الذي خبر هذا المجال وأمدنا بمجموعة من المعلومات والمعطيات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعي الكرام، غنزودكم إن شاء الله بسلسلة من التسجيلات الصوتية اللي كنتحدثوا لكم فيها وكنوضحوا لكم فيها طريقة ديال التفقيس ديال الديك الرومي والمشاكل وكيفية تفادي هذه المشاكل، انطلاقا من اللي نوضعوا البيض في الفقاصة حتى يتفقص لنا إن شاء الله وبداية التربية دياله إن شاء الله. وأول تساؤل طرحناه على السيد محمد هو: ما هي الصعوبات التي تواجه المربي المبتدئ في تفقيس بيض الديك الرومي؟ والديك الرومي معروف بصعوبة ديال التفقيس دياله، والسبب في هذا راجع لأن المدة ديال الحضانة دياله طويلة 28 يوم، وهي كلما طوالت المدة ديال الحضانة كلما كيتصعب التفقيس ديال النوع من الطيور اللي كتكون المدة ديال الحضانة ديالو طويلة. مثلا إلا رجعنا نعطو مثال بسيط، مثلا بالنسبة للسمان، السمان المدة ديال التفقيس ديالو قصيرة بزاف، كيتفقس الإخوة كيتمكنوا من التفقيس ديالو حتى ل 90% تقريبا. إلا زدنا الدجاج اللي المدة ديال التفقيس ديالو 21 يوم، المدة ديال الحضانة ديالو ما بين التفقيس والحضانة 21 يوم، كيوصلوا فيه الإخوة اللي مبتدئين وما كيعرفوش كيوصلوا فيه 70%. ولكن ملي كنجيو للديك الرومي اللي كتوصل 28 يوم، المدة ديال النسبة ديال التفقيس ديالو كتقل بزاف، كاين اللي ما كيفوتش 20% تقريبا، وهذا راجع إلى طول المدة ديال الحضانة. ما هي الطريقة الصحيحة لاختيار بيض الديك الرومي الصالح للتفقيس؟ بالنسبة للطريقة ديال اختيار البيض، ضروري يكون البيض من مصدر موثوق به، تكون شي مرأة عندها البيض، عندها البيض وعندها الذكورة، ولا يكون ديالنا حنا، ومن الأحسن الإنسان يدير القطع ديالو فيما يتعلق بالبيبي. وبالنسبة لاختيار البيض، غالبا من الإخوة الكرام يختاروا، يعرفوا كيفاش يختاروا البيض. البيض الكبير يتفادوه، إنه الأغلبية ديالو، ماشي كله، الأغلبية ديالو ما كتفقصش، كاين واحد النسبة كتفقص فيه ولكن كتكون قليلة. البيض الكبير كيكون فيه الماء كثير، يتفادوا البيض الكبير ويتفادوا البيض الصغير، لان البيض الصغير كيكون، كنقولوا حنا في العاميه، البيض ديال العتوقه كيكون هو البيضه التبييضه الاولى ديال البيبيه، البيبيه التبييضه الاولى ديالها ما كتعيش، كيخرجوا شي فريخات صغيورين وضعيفين، كيقعدوا 3 ايام 4 ايام كيتوفوا وصافي كيضيعوا، لذلك الانسان يتفادى عموما. هل يمكن شراء بيضة الديك الرومي المعد للتفقيس من الاسواق الاسبوعيه؟ بالنسبه للبيض ديال السوق، حتى هو كيكون عامر بالفيروسات وحتى لا تفقص كيموت كيضيع، وكيكون مشقوق، كيكون فيه المشقوق بزاف، وكيكون بعد نوبات كتلقى البيض كحل من الداخل كاع. من الاحسن قلنا بالنسبه للبيض، الانسان يختار البيض اللي موثوق به ويكون ديالو. هل يمكن غسل بيضه الديك الرومي قبل وضعه في الفقاصه؟ البيض ما كيتغسلش، لان الا غسلو الانسان كيدخل ليه الماء، ما يغسلش البيض وما يديرش ليه جافيل، ما يديرش ليه البرودوي شيميك، موش يدير واحد الزيف مرطب يمسحو به مزيان، اما باش ديرو في الماء وتغسلو راه ما خدامش. وما هي الاجراءات التي يجب علينا القيام بها قبل وضع بيض الديك الرومي في الفقاصه؟ نوضع البيض في الفقاصه، كنديمريو الفقاصه ديالنا وتكون الحراره ديالها، انا كنفضل 37.4، لانه غالبا من الناس كيديروا 37.8، والمشكل ديال 37.8 بالتجربه المتواضعه كاين واحد المشكل، لانه الا طلعت لك الحراره شويه بشي نص درجه ولا شي حاجه، ها انت وليتي في 38 فاصله شي حاجه، الاغلبيه ديال البيض غتنشف لك وتموت. لذلك إلا كانت عندنا 37.4، إلا تزادت ربعة الأعشار توصل 37.8 ماشي مشكل، وحتى إلا هبطات تهود 37 راه ماشي مشكل. نتأكدوا من الحرارة عندنا 37.4، نرجعوا للرطوبة، الرطوبة نديروها 50-55. هل هناك مشاكل معينة قد يجدها المربي في ضبط الرطوبة بالفقاصة؟
الرطوبه فين كاين المشكل ديالها هو في هذيك الجهاز اللي كيعبر لينا الرطوبه اللي كيتسمى بالفرنسيه ليغروماتر انسترومون دو ميزور دو لوميديتي، جهاز كيعبر لينا الرطوبه في الجو. والرطوبه في الجو هي النسبه ديال الماء اللي كتكون في الهواء كيعبر لنا هذاك الجهاز. دابا فين كاين المشكل هو مثلا لا شدينا اربعه ولا خمسه هذوك لي زيغروميتر ودرناهم في فقاسه في مره واحده راه ما غيعطوناش نفس العبار، واحد يقدر يعطيك 40 واحد يقدر يعطيك 70 في من غتيق. هنا فين كاين المشكل هي في الرطوبه، الا طلعناها بزاف البيض كيبقى فيه الماء ما كينشفش، الفريخ فاش كيتقب في ديك الطقيبه باش يبغي يفقص في يما ديال التفقيس كيتبعوا واحد الخويطه ديال الماء ولا كتخرج واحد الكشكوشه صفراء يعني راه غرق ما يتفقش. قلنا بالنسبه للرطوبه الا كانت طالعه هو ان هذاك الفريخ فريخات وكل الفليلسات فاش كيتقبوا البيضه يبغوا يخرجوا كيسبقهم الماء كيخنقهم. وكيف نعرف ان الرطوبه مرتفعه او منخفضه بالفقاسه؟ باش تعرفوا راه عندكم الرطوبه طالعه في الفقاسه كيهود واحد القطيره ديال الماء مع البيضه كتكون صفراء ولا كتخرج واحد الكشكوشه واحد البول واحد الكويرات كيتنفخوا، هذيك دليل على ان الرطوبه في الفقاسه راه طالعه. والدليل الثاني هو ان كيخرجوا الفريخات كبار، كيخرجوا الا كانت الرطوبه طالعه كيخرجوا غلاط بزاف وكيخرجوا رجليهم محلولين شويه، والرطوبه الا كانت ناقصه كيلصقوا الفريخات، كاين اللي يتقب ويلصق كاين اللي ما يتقبش كيلصق على كوكي. إذا كيف نتأكد أن جهاز قياس الرطوبة يشتغل بإحكام؟ باش غنتأكدوا من أن هذاك الجهاز ديال كيعبر الرطوبة نعرفوه مزيان، كنديروا ليه ليطالوناج، يعني بحال كنقادوه يولي يعبر لنا يضبط لنا لا ميزور ديالو، يضبط لنا القياس ديالو. اش كنديروا ليه؟ كنشدوا واحد الطرف ديال الثوب كنرطبوه في الماء ونشفوه نص عصرة ونخلوا فيه الماء وكلوه على هذاك ليغروميتر ونخلو واحد ربعة ولا خمسة دقائق خاصو يعطينا 90%. إلا عطانا 90% راه مزيان، ما عطاناش 90% كنشدو التورنوفيس وكنقلبو هذاك الكرومتر وكندخلو من واحد الطقيبة وندورو ليكويد ديريكت ايمادياتمون دغيا ندورو حتى يوصل لينا 90 درجة. هذيك الساعة راه هاد الكرومتر يمكن نعبرو به نديرو به 50 ولا 55 درجة، 55 مع 37.4 قلنا. هل لتقليب البيض بالفقاسة أهمية بالنسبة لنجاح نسبة التفريخ؟ تقليب ديال البيض على الأقل يكون جوج مرات في 24 ساعة ويكون البيض كيدور ب 45 درجة ولا أكثر، كلما البيض كان كيتكا مزيان راه أكثر. كتسخن البيضة من هاد الجهة وكتسخن من الجهة الأخرى كيساعد هذاك الفليلسات باش يتفرقوا على ديك الشقفة ديال البيضة، هذا هو الدور ديالو. التقلب ديال البيض راه غالبا مولا اوتوماتيك كان 12 مرة في 24 ساعة راه مزيانة. فكيف نتعامل مع درجة حرارة الفقاسة؟ بالنسبة للحرارة خاص يكون ان ترمومتر يكون كتيق فيه، لان هذوك لي ترمومتر ديجيتال اللي كنقولوا الكترونيك راه ما كيعبروش مزيان، راه جربناهم. اما يكون عندك هذاك الترمومتر امريكي ولا كاين واحد الترمومتر كودي، الترمومتر كيتستعمل في دوك القريعه دوك لي كوفوار ديال الدراري الصغار اللي كيتزادوا ناقصين في السيرفيس ميديكو، كيتزادوا دوك الوليدات ديال 7 شهور وكيديرهم في القريعه كيدخلوا لهم واحد الترمومتر راه عنده واحد الجراديياسيون روج، هذيك الجراديياسيون حمراء في 37.8 كتبقى الطريقه ديال التهويه. بالنسبه للتهويه في نظريه الاخوه كاملين ولاو كيديروا واحد الفونتيلاتور كتسمى اكستراكتور كتلصق في الجنب ديال الفقاسه نوبا نوبا كتحيد هذاك لير اللي كاين وكتاسبيرا واحد اخر يدخل. اللي ما عندوش هادي راه كاينين تقابي بحالنا حنا كنخدموا بالنظام الالماني راه كيبدل لير اشاك كانستون كيدخل اير هواء جديد وكيخرج هواء جديد. متى يتم اعاده فحص البيض؟ البيض كيبقى عندنا في هذه المسألة حتى يوصل لـ 25 يوم، اليوم 25 قبل من يوم 25 كيوصل عندنا لـ 8 أيام، 8 أيام كنديرو البولة ونقلبو البيض الفريخات. اللي كاين داك لومبريونك اللي كنلقاو دوك العريقات حمرين كنخليوه، اللي ما فيش العريقات حمرين كنحيدو ونرميه راه ماشي 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 فيكوندي ما ملقحش. كنستمروا على هاد الحال كيبقى البيض كنردوه للفقاسة ديالنا كيبقى حتى لنهار 25. نهار 25 كنعاودو نديرو ليه واحد كنعاودو نديرو ليه ميراج اخر، كنقلبوه
كاينين شي بيضات كنلقاوهم نشفو، وكاينين شي وحدين كنلقاوهم باقين. بالنسبة للبيض، إلا كان عندنا البيض اللي نشف قل من 10%، أعرف بأن النسبة ديال التفقاس راه زوينة. إلا مثلا كان أكثر من 10 20 15%، أعرف راه النسبة غتكون عندك ديال التفقاس ناقصة. وحتى في الوقت فاش نكونوا نديروا ميراج، إلا كان كيبان لك راه كيبانوا الفريخات ولاو كيتحركوا كيكونوا كملوا، إلا بان لك راهم صحاح وكيتململوا مزيان، عرف راه يتفقسوا عندك كل نسبة زوينة. إلا بان لك مطحطحين ما كيتململوا ما والو، عرف راه النسبة غتكون عندك ضعيفة، عندك شي مشكل الحرارة ما معبوراش مزيان ولا الرطوبة طالعة. كنعاودو نقلبوه في نهار 25، كنحطوا البيض ديالنا اللي باقيين فيه هذوك الفليلسات، وكنطلعوا الرطوبه من الاحسن ل 85%، وكنسدوا التقابي ديال التهويه. تطلع عندنا الرطوبه مزيان. ملي كتطلع الرطوبه توصل ديك 85، كنعاودوا نحلوا دوك التقيبات واحد 24 ساعه ولا شنو، اللي نحلوهم ونبقاو مراقبين. نراقبوا ان فوا يبداو البيضات يتقبوا، نهودوا الحراره ل 37 ولا 36.8، لانه فاش كديك الساعه كيكونوا الفريخات كملوا واجدين، وخا تنقص عليهم الحراره ل 36.5 راه ما يوقع عليهم والو. الحراره كنخفضوها باش الفريخات الا تقبوا ما ينشفوش وتلصق عليهم ديك لا مومبران، ديك الجليده الفوقانيه. ايوا كنبقاو حاضرين حتى كيكمل لينا التحقيس ديالنا، وكي واحد النسبه ديال الفريخات كتبقى في الاخر كيكونوا ضعاف ولا كتكون البيضه قديمه، نعاونوهم نفكوهم. وكيف يتم نقل الكتاكيت الصغيرة بعد فقس البيض إلى مكان التربية؟ خاص هذاك المكان يكون جاهز، يكون فيه تبن مفرشينو ليهم، يكون واحد الريشو ديال التسخين يكون واجد ديال الغاز، تكون درجة الحرارة مزيانة، يكون بواحد 4 ولا 5 سوايع هو كيسخن. كيما نهزوهم من هذيك البلاصة سخانين، نضوهم نحطوهم في هذاك المكان حتى هو يكون سخون. كانت هذه حلقتنا لهذا اليوم، نتمنى متابعينا أن نكون قد قدمنا لكم الإفادة المرجوة. شكر خاص للسيد محمد المربي المختص في تفقيس بيض الديك الرومي وتربية الكتاكيت من مدينة المحمدية. شكرا على دعمكم لقناتنا، دمتم في رعاية الله.